بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إن شاء الله اليوم باقي اللي هو الوحدة الرابعة، أنواع اللي هي الفهارس. هناك خمسة أنواع من الفهارس، هنشوف كيف يتم عملية اللي هو استخدامها والتصنيف المتبع في هذه الأنواع. أول نوع من أنواع الفهارس الفهرس الموضوعي، من خلال يعني إحنا بنشوف يعني موضوع اللي هو التعريف هين، وده نستطيع من خلالها الوصول بسهولة ويسر إلى بيانات ومعلومات تم ترميزها بعد تصنيفها موضوعيا وجغرافيا وزمنيا أو شكليا. هذا يعني الآن بالنسبة لموضوع، يعني إحنا هذا مهم جدا فهرس الموضوعي. إحنا أهم حاجة فيه هنا بيحتوي على عناوين الملفات مرتبة هجائيا أمام كل منها الرمز الخاص بها. يعني ممكن احنا اللي هو الموضوع ناخد اللي هو رمزا اللي هي من مثلا موضوع معين او من منطقة جغرافية معينة او من مشاريع او من خطط او اللي هي اشكال، يعني حسب اللي هو عناوين الملفات بتم عملية وضع اللي هو فيها هذا اللي هو الحرف او الرمز يدل على هذا اللي هو البيانات او المعلومات بعد اللي هي تصنيفها اللي هي موضوعية. كيف طريقة إنشاؤه؟ هنا هاي في حكينا اللي هو مثلا بطاقة هين، إعداد بطاقة لكل ملف يتم فيه كتابة عنوان الملف في الركن الأيمن العلوي وفي الأسفل رمز هذا الملف. يعني ممكن إحنا هنا نكتب في الجزء العلوي مثلا، إحنا في كل مؤسسة توضع خطة خماسية 5 سنوات اللي هي المؤسسة، وممكن نوضع رمز هنا يدل على هذه الخطة 2000 مثلا وخمسة للألفين وعشرة، خطة خماسية بنوضع فيها اللي هي خطة المؤسسة ككل من أهداف وتصورات وكل ما يتعلق بهذه اللي هي الخطة، وبنوضع لها رمز حتى يدل على هذه اللي هي الملف. بعد إتمام وإعداد البطاقة الملفات بتم ترتيبها اللي هي ممكن في الأدرج، والأدرج هنا يا إما بتاخد حرف هجائي يا إما رمز يدل اللي هي يعني بطاقة إرشادية يدل على هذه اللي هي الخطة اللي هي الخماسية. يعني ممكن ناخد خاء نقول هذه الخطة اللي هي خطط بتتعلق باللي هي خطط المؤسسة. في عنا ممكن احنا كمان يكتب على كل درج من الخارج اول حرف او اخر حرف، يعني حسب طبيعة اللي هي البطاقة الارشادية وحسب الملف او المعلومة بناخد من اول حرف او اخر حرف يدل على هذه اللي هي الملف في داخل الدرج. الفهرس الاسمي هنا بنفس الطريقة برضو السابقة، هنا بنعرفه اللي هو الفهرس الاسم هو أداة نستطيع من خلال الوصول بيسر سهولة إلى ملفات تم ترميزها وبعد تصنيفها. أنا بعطيها الرمز وبعدين بصنفها حسب الأسماء، سواء كان أشخاص سواء كان مؤسسات. إيش هذه الملفات؟ بتم عملية ترتيبها هجائيا أمام كل منها الرمز الدال عليها. وهنا كيف نقول طريقة إنشاؤه؟ إعداد بطاقة لكل ملف يتم فيه كتابة اسم الملف في الركن الأيمن العلوي وفي الأسفل رمز هذا الملف. يعني ممكن أكتب الاسم وهي الرمز اللي هو بدل على إيش رمز هذا الملف، محمد أحمد محمد. هذا يعني اللي هي طريقة إنشاؤه. ممكن نكتب اللي هو هذا الملف بالاسم هيك، هذا اسم ملف محمد أحمد وهذا الرقم اللي هو أو الرمز اللي بدل على هذا الاسم. بعد إتمام وإعداد هذه اللي هي البطاقات للملفات بتم ترتيبها في الأدرج حسب هجائيا اللي هي ممكن احنا اللي هي ناخذ الحرف اللي هو الدال على هذه البطاقة ونتم عملية كتابته. يعني ممكن مثلا ناخذ أول حرف من محمد ميم عشان يدل على انه هذا اللي هو البطاقة لمحمد، وبعدين نفس الاشي على كل درج من الخارج ممكن اخذ اول حرف او اخر حرف اللي هي حتى شهد زي بطاقة ارشادية حدلنا ايش في داخل اللي هي الدرج هذا من اسماء موظفين او من اسماء مرضى او كذا في اللي هي هذا الموضوع. الفهرس اللي هو القاموسي
هو أداة نستطيع من خلالها الوصول بيسر وسهولة إلى ملفات تم ترميزها بعد تصنيفها. أنا برمزها بعد عملية تصنيفها لما أصنفها اسميا أو موضوعيا أو جغرافيا أو زمنيا أو شكليا أمام عنوان أو اسم ملف الدال عليه. هذا اللي هي الفهرس القاموسي، يا إما حسب اللي هو يعني ممكن أسماء أشخاص أو أسماء مواضيع أو مناطق جغرافية أو اللي هي خطط اللي هي زمنية مثلا أو مشاريع مثلا وهكذا. الآن كيف إعداد؟ هنا إعداد بطاقة لكل ملف يتم فيه كتابة عنوان أو اسم الملف في الركن الأيمن اللي هو العلوي وفي الأسفل رمزه. هاي مثلا احنا نعمل زمنيا خطة لخمس سنوات، بوضع اسم الخطة الخماسية الأولى مثلا من 2005 ل 2010، ورمز الدال عليها، بعطيها رمز اللي هو الدلالة على هذه اللي هي حتى تسهل علينا عملية الوصول. مثلا هنا ممكن أكتب كمان اسم أو أكتب اسم، يعني مش شرط إنه أكتب مثلا الخطة الزمنية أو اللي هنا إحنا قلنا اسميا. ممكن آخذ اسم شخص موظف، بآخذ الاسم في الجانب العلوي وممكن أعطيه كمان رمز. اثنين، بعد إتمام وإعداد البطاقات اللي هي للملفات بيتم ترتيبها حسب اللي هي البطاقات في الأدرج ترتيبا هجائيا، يعني متسلسلا حسب الأحرف الهجائية. بطاقة إرشادية ويكتب عليها الحرف الدال على هذه البطاقة حتى إيش يتم عملية الوصول إليها، السهول إلى الوصول إليها. زي هيك مثلا حرف الخاء بتدل إنه هنا خالد مثلا، كذا ميم محمد وهكذا. يكتب على كل درج من الخارج أول حرف أو آخر حرف حتى إيش تسهل علينا عملية الوصول إلى الدرج واستخراج الملف او وضع ملف لهذا الدرج. الفهرس المصنف هذا النوع، يعني هنا هذا النوع يختلف عن انواع السابقه، حيث ان الاساس هنا التنظيم على اساس الرموز التي اعطيت للملفات. هنا لا نستطيع تعريف، لكن ليش المصنفين؟ لانه انا اديته تصنيف لكن بضل علي ايش اعطيه على اساس الرمز اللي هو اعطيه اللي هي للملفات. عشان هيك بدي اخذ اللي هو مثلا هنا، هو هي تعريفه، هو الفهرس الذي ترتب فيه البطاقات وفقا لنظام التصنيف المتبع في المنظمة، وهو هنا يمثل تماما ترتيب الملفات حسب حيث ستبدأ البطاقة بالرمز الدال على الموضوع او الاسم. يعني هنا اللي هو احنا نقطة مهمة، يعني في عندنا المنظمة إلها تصنيف متبع تمشي عليه، بترتب ملفاتها، ممكن تبدأ بالأرقام، ممكن تبدأ بالأسماء، بالمواضيع اللي هي حتى يتم عملية اللي هو تصنيف الملفات بالشكل اللي هو مرتب. هنا حكي لنا يعني إعداد بطاقة لكل ملف، لكل ملف يتم فيه كتابة رمز الملف في الركن الأيمن العلوي وفي الأسفل عنوان أو اسم هذا الملف. يعني ممكن أعطي الملف هذا رقم 234 الخطة الخماسية الأولى، يعني هذا من حد ما أشوف 234 هذا اللي هي الخطة الخماسية الأولى، أو ممكن اسم مثلا أعطي رقم 234 أقول أحمد محمد وأخذ أول حرف اللي هو. بعد الإتمام اثنين، إعداد البطاقات للملفات يتم ترتيب هذه البطاقات في اللي هي أدراج ترتيبا منطقيا وفقا للرموز اللي هي إحنا وضعناها في هذا المكان وبوضعها حتى تسهل علينا عملية الرجوع إليها. في عنا اللي هو هنا كمان كل درج برضه لازم اخذ اول حرف او اخر حرف، هذا كبطاقه ارشاديه، من حد ما اشوف اول حرف بعرف لايش هذا الدرج وايش الملف اللي انا بدي اوضع فيه. هذا نفس الشيء بس هنا بنقول اسمي، هناك قلنا الفهرس اللي هو المصنف، هنا الفهرس الاسمي المصنف. هذا بيجمع اسماء متعدده، هذا كان ممكن لكل شخص، لكن هنا بس اللي هو على أساس بطاقة واحدة لمجموعة من الأسماء، يعني مشتركة في الحرف الأول، في الحرف الأول أو الحرف اللي هو كمان من الاسم الأخير. وهنا حنشوف كيف، يعني كل حرف هو بدل على هذه اللي هي الأسماء. إحنا بنبدأ مثلا ناخذ حرف اللي هي هنا، نحط
مثلا الأرقام المتسلسلة، هنا باخذ أول حرف من ميم، محمد، محمد، منير مثلا، ممدوح، وهكذا الأحرف الأولى. بعدين رقم الملف باخذ حرف الأول والثاني مثلا، أو اللي هو الحرف الأخير لهذا الملف. فبمشي إيش عملية متسلسلة في هذا اللي هو الموضوع. هذه الطريقة برضو اللي هي تقدم، اللي هو من خلال ما تقدم نستطيع التوصل إلى صفات الفهرس المثالي اللي هو احنا حكينا عنه في السابق، اللي هي المرونة والسرعة والسهولة في الاستخدام وقلة اللي هو التكلفة في إعداد اللي هي الملفات واللي هي الأماكن الحفظ. الفهرس الآلي هنا آخر نوع، اللي هو الفهرس الآلي يعتبر في الوقت الحالي اللي هو احنا في العصر الحديث في العصر الحاضر، انه هذا من خلال استخدام الحاسب اللي هو الكمبيوتر بيحفظ معلومات هائلة جدا، استيعاب وحفظ المعلومات، وله إمكانيات عالية في سرعة استرجاع هذه المعلومات والبيانات من خلال انا حفظها على اللي هو جهاز اللي هو الحاسوب. وعندنا كثير أشخاص مؤسسات ممكن تحفظ، اللي هي ممكن تحفظ كمان مش على الجهاز نفسه، ممكن أحفظ على البريد الإلكتروني عندي أو على الإيميل، اللي هو أحفظ في بيانات ومعلومات هائلة جدا. فممكن بياخد يعني احنا اللي هي عملية الحفظ في هذا اللي هو يعني في العصر الحديث مهم جدا، حتى بتسهل علينا عملية استرجاع أي معلومات واللي هي بيانات من هذه اللي هو الفهرس الآلي اللي هو الكمبيوتر، أو اللي هي حسب اللي هي المعلومات اللي هي بتتعلق سواء كان بأشخاص أو بمؤسسات أو بدولة كاملة اللي هي في هذا الموضوع. يعطيكم العافية.